وفي ردود الفعل على وفاة محمد علي، علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رحيل محمد علي واصفا إياه بالأعظم. أوباما قال أن محمد علي بطل كبير قاوم من أجل الحق، كما أشاد الرئيس الأمريكي بمواقف الأسطورة خارج الحلبة والتي خلقت له الكثير من الأعداء، لكنه صمد واستحق احترام الجميع في دفاعه عن الحقوق المدنية. هذا وتوالت ردود الأفعال من مختلف الشخصيات والهيئات عبر العالم والتي بكت الفقيد وأبرزت مواقفه البطولية الكبيرة داخل الحلبات وخارجها أيضا. وفاة أسطورة القفاز العالمي لم تمر في صمت، فمحمد علي ليس أي بطل بل أسطورة تألقت في الحلبة وفي الحياة اليومية أيضا من خلال مواقفه الجريئة وأرائه الإنسانية التي غيرت الكثير من الأشياء والمفاهيم. فالمجلس العالمي للملاكمة وعبر حسابه الرسمي في تويتر نشر تغريدة قال فيها إن الأساطير لا تموت، في اقتباس لأحد تصريحات البطل الراحل التي قال فيها روحك لن تموت أبدا إنها تعيش للأبد. بطل العالم السابق فلويد مايويذر لم يخفي تأثره البالغ بالوفاة وصرح أن الملاكمة فقدت أسطورة وبطلا كبيرا وشخصا رائعا، كيف لا وهو الذي مهد له الطريق ليصل إلى الدرجة التي بلغها. ماني باكياو نجم الملاكمة الفلبيني عز نفسه عن هذا الفقدان المؤلم لبطل منح الكثير من المواهب والمهارات للملاكمة وأفاد البشرية بكثير من القيم الإنسانية. مايك تايسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل لم يجد سوى الترحم على محمد علي راجيا من المولى أن ينام الأسطورة بسلام في محطته الأخيرة. إيفاندر هوليفيلد بطل العالم السابق للوزن الثقيل لم يتأخر هو الآخر في التعليق على هذه الفاجعة ووصفها بالخسارة الفادحة، مؤكدا أنه لن ينسى أبدا محمد علي الرمز. الملاكم العالمي أمير خان بكى بحرقة محمد علي ووصفه بالأفضل على الإطلاق ولكل الأوقات. ولم تقتصر ردود الأفعال الحزينة على عالم الحلبة والقفاز بل شملت شخصية أخرى فاعلة، فنجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكام وعبر حسابه في الإنستغرام نشر صورة جمعته بمحمد علي وضمنها عبارات الرثاء والثناء على الأسطورة التي رحلت وبقيت مناقبها وألقابها الكثيرة والمشرفة. أسطورة كرة القدم العالمية والبرازيلية بيلي صرح أن عالم الرياضة تكبد خسارة مؤلمة وأنه فقد شخصا عزيزا عليه تقاسم معه الكثير من الأشياء الجميلة. محمد علي رحل لكن سجله ومواقفه باقية إلى الأبد في ذاكرة الجميع وفي كل أرجاء المعمورة.